أعلنت مصادر إعلامية متطابقة وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بسكتة قلبية مفاجئة مساء اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، ولم تذكر المصادر أسباب التدهور المفاجئ في صحة نجل الرئيس الراحل. وجاءت وفاة عبد الله بعد أشهر قليلة من وفاة والده في محبسه خلال محاكمته. ده عبد الله نجل الرئيس الراحل محمد مرسي الله يرحمه. وهنشوف أسرار دلوقتي وأصداء واسعة على رحيل محمد مرسي. هاجم الإعلامي والناقد الرياضي الشهير علاء صادق لاعب ليفربول وجناح المنتخب مصر الوطني محمد صلاح لسبب عدم نعيه الرئيس السابق محمد مرسي، والذي توفي الاثنين الماضي في أحد جلسات محاكمته بتهمة التخابر. وكتب علاء صادق عبر حسابه بموقع تويتر: 24 ساعة لوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، ولا كلمة عزاء من اللاعب محمد صلاح. دي التويتة اللي أثارت الجدل. دكتور علاء صادق: 24 ساعة لوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، ولا كلمة عزاء من اللاعب محمد صلاح. فردت عليه فاطمة نعوت، كتبت له: حتى العزاء تتسولونه، لاعب كرة، لماذا تحاول إقحامه في إخوانيتكم؟ كل حد حر يعزي أو ما يعزي، عيب يا علاء، تتفقد موائد الناس طلبا للطعام، انضج وتعلم الكرامة. محمد الفاتح رد عليها، قال لها: إن شاء الله هيجي يوم تتوسلي فيه الحديث مع دكتور علاء. فهي ما سكتتش برضه، راحت رد عليه بكل هذه الوجوه الضاحكة. انتوا ايه رأيكم؟ وهنشوف كمان تعليقات على الموضوع ده. العربي كتب: اي حاجة لازم نقول صلاح، ما ترحموا الواد شوية، هو كل حاجة تحصل واحد يطلع يقول صلاح. فردت عليه بطلة: لا، هذا حق من حقوق المسلم على المسلم، كلمة عزة صغيرة على الأقل، وهو له كم المتابعين. هذا ليس حقدا على محمد صلاح، الرئيس الوحيد المنتخب قتل، وله حق على كل مسلم انه ينعاه، وصلاح في بلد آمن ولن يخاف السجن بسبب نعي. انتوا ايه رأيكم؟ مين الصح؟ لا يقدر على ذلك، هو ليس ابو تريكة، وهو في مأزق، يكفي انه عاصر على نفسه ليمونة ايطالي كبيرة، وبيشارك فيما يسمى بطولة افريقيا غصبا عنه، وأنا أعلم تماما أن من داخله لا طايق المنتخب ولا طايق مصر كلها، والله أعلم بما في صدره. ثم من هو صلاح لكي ننتظر منه تعزية؟ مجرد لاعب كرة. ده دكتور نور، أظن أنتم مش هتوافقوا على الكلام ده. هنشوف بقى صوت العقل دلوقتي من أحمد: برأيي الشخص يجب أن يبتعد عن مثل هذه الأمور، لأنها ستدخله في متاهات ليس لها أول من آخر، خصوصا في الوضع الحالي في مصر، وخصوصا أنه في قمة مسيرته الكروية، وهو ليس بحاجة لضغوط فوق الضغوط الواقعة عليه. تقبلوا رأيي الشخصي وشكرا. أعتقد ده أحسن تعليق. وهنشوف كمان تعليق كويس من هنا: هو حر ينزل عزاء ليه، ينزل عزا ليه او لا، هو دلوقتي بيلعب باسم مصر، هينزل منشور عزا لواحد مسكون في مصر بتهمة التخابر على بلده؟ ما ينفعش طبعا، وهو بيلعب باسم بلده دلوقتي. احنا بنقول ربنا يرحمه، لو كان مظلوم فحقه عند ربنا، ولو ظالم وله يد في اي حاجة حصلت لجنودنا فهو المنتقم الجبار. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حلقة الإعلامي عمرو أديب والتي أذيعت قبيل وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي كانت تتحدث عن الموت المفاجئ. وحاول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الربط بين تلك الحلقة وبين الموت المفاجئ للرئيس الراحل محمد مرسي، والذي تعرض لإغماء مفاجئ في المحكمة بعد أن ألقى كلمة أمام القاضي. ومن ناحية أخرى استفزت تغريدة الإعلامي عمرو أديب عن الرئيس السابق الراحل محمد مرسي الإعلامية اللبنانية مريم البسام، والتي اعترضت على ما قاله عمرو أديب بتغريدته. قال فيها:
لن نشمت في وفاة محمد مرسي، فنحن لا نفعل كما يفعل الإخوان المسلمين، حيث ردت عليه بقسوة كاتبة: اوعى تفكر انك اذا بتعيط بتزعق يعني على الهوا يعني صرت صحفي، واجبك تحقق بظروف وفاة رئيس سابق، مش تربحنا جميلة انك ما شمت. للحقيقة صار الواحد بده يقدم واجب العزاء عن روح الصحافة ببلاد ما عاد فيها إلا حفلات التبخير على الهواء. وفيما لاقت تغريدتها إعجاب محبي مرسي، سألها البعض عن مدى موضوعية الإعلام في لبنان. يعني أنت بيتك من إزاز، ما تحدفيش الناس بالطوب. ودي التغريدة بتاعت عمرو أديب: لن نشمت في وفاة محمد مرسي، فنحن لا نفعل كما يفعل الإخوان المسلمين. وده الرد بتاعها: اوعى تفكر انك اذا بتعيط على الهوا يعني صرت صحفي، واجبك تحقق بظروف وفاة رئيس سابق. من ناحية أخرى علق حمدين صباح على وفاة محمد مرسي: إنا لله وإنا إليه راجعون. ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقيت خبر وفاة الدكتور محمد مرسي، أسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته. في عكاشة أنه يعرف الدكتور محمد مرسي العياط منذ عام 2002، وأنه أهداه ذات مرة زجاجة شامبو لعلاج تساقط الشعر. وتابع عكاشة خلال برنامجه مصر اليوم المذاع عبر فضائية الحياة: في الوقت ده كان شعره فيه قشر كتير. موضحا: وكان نائبا في البرلمان عن مدينة الزقازيق، وأضاف: المتاجرون يريدون استغلال وفاة محمد مرسي. على سبيل المثال، المؤيدون له يتاجرون بوفاته بأمر وقضاء رب العزة. موضحا: هذه هي فلسفة جماعة الأخوان الذين تاجروا بالدين وجعلوا منه تجارة لهم، لذلك من الطبيعي أن يتاجروا بموت محمد مرسي. حالة من الجدل انتابت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي جراء استمرار الصحفية توكل كرمان اليمنية في رثاء محمد مرسي بعبارات غريبة. فبعد قولها قتلناك يا آخر الأنبياء عن محمد مرسي، وأيضا صلوا عليه وسلموا تسليما، يبدو أنها حاولت تبرير ذلك بعد الهجوم الشديد عليها من رواد الإنترنت، فقالت أنه من ضمن أنبياء العدالة. حيث واصلت كرمان نشر عبارات التمجيد والتقديس التي عطفتها على محمد مرسي، ووصفته في إحداها بأنه أبرز شهداء الربيع العربي، وأنه من بين أنبياء العدالة ورسل الحقيقة وملائكة الرحمة والسلام. وبعد أن جمعت محمد مرسي بمن عدتهم أنبياء العدالة ورسل الحقيقة، قالت عنهم: فعليهم صلوات الله ورحمته وسلامه، وعلى آلهم ومن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى أبد الآبدين. ودي التويتة اللي أثارت الجدل أيضا: كل ثوار الربيع. واحد رد عليها: جاد فواز رضوان، فوز مرسي بالرئاسة كان 17/6/2012، وفاة مرسي بالمحكمة 17/6/2019، الفرق 7 سنين بالظبط، وانتهت السبع العجاف. ورأت في تغريدة أخرى أن رحيل مرسي مؤامرة كبيرة ألقت بالمسؤولية فيها على السعودية، واختتمتها بوعيد يقول: لن ننسى وسنرد كيل الصاع بالقنطار. دي تويتة اللي اتهمت السعودية فيها بالمشاركة في المؤامرة. رحل الرئيس محمد مرسي وبقى السيسي واحدة من المؤامرة. صلوا عليه وسلموا تسليما. ليه؟ وحطت صورة الرئيس الراحل محمد مرسي. وأيضا تغريدة جديدة برضو كتبت فيها: قتلناك يا جبل الكبرياء، وآخر قنديلة زيت يضيء لنا في ليالي الشتاء، قتلناك نحن بكلتا يدينا وقلنا المنية، لماذا قبلت المجيء إلينا؟ فمثلك كان كثيرا علينا. فرد عليها دكتور علي: يا توكل كرمان، لا تفجري في خصومة العرب، فالزمن متقلب وأردوغان لا يؤتمن،
محمد مرسي رجل بسيط لا شأن له بكل ما جرى، دفع به خيرة الشاطر ومرشدكم للوجه، وحكموا البلد حكما ظلاميا من وراء ظهره. ليته اعتذر ولكنه بدا انه لا يملك من امره شيئا، رحمه الله. عدد كبير من النشطاء انتقادات لاذعه للصحفيه اليمنيه توكل كرمان على خلفيه رثائها الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي بمطلع قصيده يقول: قتلناك يا اخر الانبياء. ورثت كرمان الحائز على جائزه نوبل عام 2011 مناصفه مع سيدتين اخريين الرئيس المصري الراحل بمطلع قصيده شهيره للشاعر الكبير نزار قباني رث بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1970. وانتقد عدد كبير من النشطاء الصحفيه اليمنيه لانها شبهت مرسي بالانبياء، وانهال البعض على كرمان بانتقادات جارحه وعبارات ساخره بسبب تلك العباره المثيره للجدل، وعاب البعض منحها جائزة نوبل للسلام. لتوكل كرمان، وهنا التغريدة بتاعتها اللي أثارت الجدل: قتلناك يا آخر الأنبياء، قتلناك، ليس جديدا علينا اغتيال الصحابة والأولياء. رد عليها ديوان الكويت: توكل كرمان تصف محمد مرسي بالنبي وعلامة تعجب. وحساب تاني السيسي زعيم وقائد مصر: توكل كرمان بتقول على محمد مرسي آخر الأنبياء، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب لما يموت القرداوي هيقولوا إيه؟ مات الخضر. طارق الشامخ برضو كتب: في سنة 1970 ميلادية قال الشاعر نزار قباني قصيدة في رحيل جمال عبد الناصر: قتلناك يا آخر الأنبياء. فأصدر الإخوان فتوى أن القصيدة كفر وأن نزار كافر يرسي كافر، لكن عندما توظف توكل كرمان القصيدة لصالح محمد مرسي فهذه بلاغة واستعارة. أصدر تنظيم القاعدة بيانا اليوم الجمعة 28/6/2019 بشأن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل محكمة في وقت سابق من الشهر الجاري، وحمل القاعدة في البيان الذي وزعه عبر وسائله للدعاية اليوم الجمعة السلطات المصرية المسؤولية عن وفاة مرسي، وقدم التعازيه إلى أهالي الرئيس.